دشنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من مجلسي الصحة والشؤون الاجتماعية العرب للشعب الفلسطيني. يأتي ذلك في إطار استمرار تقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة. وتم التنسيق بشأن هذه المبادرة الإنسانية من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ولهم كل الشكر والتقدير، بقيمة 400,000 دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية، وذلك وفقا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة. احنا اليوم في ظل الاجواء الحزينه اللي بتمر بها الامه العربيه ويمر بها الانسانيه عموما بصوره عامه، نلتقي اليوم في مقر الهلال الاحمر المصري لكي ندشن قافله المساعدات الانسانيه المقدمه من جامعه الدول العربيه، قطاع الشؤون الاجتماعيه، من مجلس وزراء الصحه العرب ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعيه العرب. هذه القافله التي تشمل مجموعه كبيره من المواد الغذائيه وايضا من الادويه والمستلزمات الطبيه ومواد الاغاثه مقدمه الى اشقائنا المنكوبين في غزه. رساله تضامن منا واستكمالا لرساله الهلال الاحمر المصري الذي بدات منذ بدايه الازمه، الهلال الاحمر المصري يقوم بالتنسيق مع الهلال الاحمر الفلسطيني لتقديم وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في غزة. هي رسالة إلى المجتمع العالمي، إلى الهيئات الدولية، إلى كل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، أن المساعدات الإنسانية لابد أن تكتمل، ولابد أن نساعد بعضنا البعض في إنفاذ هذه المساعدات ووصولها إلى المحتاجين والمنكوبين في غزة حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله تعالى.